السلام عليكم. اليوم بدي فكرت الشاشة وابدل له المبرد تبعه، الثيرمال بيست تبعه، لانه حسب اللي شفته بالريفيو تبع الامازون انه في مشكلة بالحرارة. صراحة انا واجهت المشكلة بالحرارة، بتلاقي كرت الشاشة جدا بيحمى. فعشان هيك فيديو اليوم ان شاء الله بس حفكه، ابدل الثيرمال بيست او المعالج الحراري تبعه، المعجون الحراري تبعه، وبرجع بركبه. ملاحظة، هاي الطريقة بتخسرك الضمان تبع كرت الشاشة، فما تسويها اذا ما انت محتاج، ما تسويها. او اذا عندك كرت شاشة قديم وملاحظ انه فيه حرارة، فيك تستعمل هاي الطريقة. طبعا الشغلات اللي تحتاجها، نفك عشان تفكه، زائد كحول طبي عشان تنظفه، قطعة محارم، زائد المعالج الحراري نفسه. هاي المعالج الحراري. فإذا عندك هالأغراض تابع معي الفيديو، إذا ما عندك أي شيء من هالأغراض كنسل الفيديو وشوف فيديو تاني. خلونا نبلش. خلوني أول شيء هذول أحطهم على طرف، أنا ما أحتاجهم اليوم أو الحين. أول شيء من الخلف لازم أفك بعض البراغي. طبعا مثل ما ملاحظين انه هذا البرغي هون في عليه لزقة، هاي اللزقة تبعية الضمان. اذا فكت هاي اللزقة بيروح الضمان. انتم شايفين المعالج او كرت الشاشة شوي وسخ لاني حاطه حتى فاتح السايد بانل تبع الكيس. فخلونا نبلش فكفكة. حاول انك تخلي البراغي بأماكن معروفة، فمثلا حط البراغي هيك بحيث انه تعرف انه هدول البراغي اماكنهم هون. تمام. الحين بس بدك تفك هاي القطعة. هل بعد مربوطة بأي شيء؟ لازم تفك القطعة الأساسية. تمام. الحين وقت بتشيل البي سي بي او القطعة الرئيسية، حاول تشيلها شوي شوي عشان في كيبل واصل بينها وبين المبرد او المراوح اللي هون، فاذا فلعت امها حيخربوا عندك وحينقطع. فخلينا نجرب. جدا لازم احس انه لسه في براغي بعد عليها، مع العلم انه مش مبين في اي براغي بعد ما سكتها. يعني اوكي، هذا البرغي ماسك هذا الطرف، اوكي شال. مثل ما شايفين نفك، وهذا السلك اللي هون، اتمنى طالع هيك على الكاميرا. هذا السلك اللي هون هو سلك التبريد او سلك المراوح، فبتفكه شوي شوي. تمام، طلع معك. هاي المعالج او كرت الشاشة الاساسي، هاي القلب تبع كرت الشاشة، هون الفي رام، هاي بعد في رام، هاي بعد في رام. طبعا مثل ما ملاحظين هاي عليها باد ناشف نهائيا، المبرد ناشف نهائيا. فهي وحدة من اكثر المشاكل انه بتسبب ارتفاع الحرارة. فالحين بس بنظفه وبرجع بركب. طبعا تنظيفه بسيط، بتجيب قطعة محارم وايبس او اي شيء، بس حاول انه تكون قطعة المحارم نفسها ما بتطلع او بار او ما ادري شو اسمها، بس انه بتطلع او بار. حاول ما تكون بتطلع او بار. اغلبهم بيستعملوا الفلتر تبع القهوة، طبعا شو هذا، كحول 90% او 100%، ما اعتقد تلاقي 100%، بس 90% بلتها. ف بتنظف القطعة الداي اللي هي الاساسية، هاي القطعة
نظفها هيك تمسحها مثل ما شايفين، نظفت صارت مثل المراي، مثل المرآة الميرور. بعدين عندك على الأطراف بتنظفهم بطرف طالع هيك عادي، حتى لو ما كان عليه كحول كتير بس بتنظفه هيك. تمام، الحين نظف 100%. طبعا لازم تنظف الطرف الثاني من المبرد، انتم شايفين يعني ناشف لدرجة مش طبيعية صراحة. فهجيب قطعة ثانية من المحارم، شوية كحول عليها، وبعدين اعطيها وايب. تمام، الحين اموري طيبة 100%. خلني بس اضبط هاي خربت معاي، مشكلة ما بقيان عندي بديل إلها صراحة. هلا كنت بدلت حتى الثيرمول باد، هذا اسمه ثيرمول باد، هذا اسمه ثيرمول بيست. الحين نجي لطريقة وضع الثيرمول باد، هذا ما عاد بدنا اياه، خلاص الكحول ما عاد نبيه. بتحط كمية قليلة من الثيرمول باد او ايوه ثيرمال بيست، هذا هي الكمية كافية وزيادة للمعالج. طبعا هي المادة، مو هي اللي بتبرد المعالج، المعالج او كرت الشاشة. هي بتساعد على توصيل الحرارة بين المعالج وقطعة الكبر هاي اللي هون او النحاس. قطعة النحاس هاي بتاخذ الحرارة وبتوديها الى المراوح، بتوديها على ال والله نسيت شو اسمه هذا، مثل الرادياتر تبع السيارة. ف اذا تذكرت اسمه بكتب لكم اسمه. فبس تودي الحرارة الى برا، المراوح اللي هون بتكون عم تدور وتبرد هاي القطعة. بس تتبرد هاي القطعة خلاص بترجع الحرارة، خلاص بتروح الحرارة من هون الى هاي القطعة بتتبرد، خلاص بتروح الحرارة بتتشتت. تمام، الحين على التركيب، حاول وقت تحطها اول شي طبعا اوصل الكيبل هذا اللي هون. تمام، حاول وقت تحطها بطريقة ما تحركها مرة تانية، لانه بس تحرك ممكن يروح مكان الثيرمال باد، ثيرمال بيست عم خربط فيه المعجون الحراري، بيتحرك مكانه، فاذا تحرك مكانه ممكن ما يزبط، بينزل على اطراف المعالج وما بيتبرد المعالج مزبوط. فحاول حطه بطريقة انه خلص وان شوت، مشان تعرف كيف طريقة الوان شوت على البراغي، على اماكن البراغي نفسهم اللي شلتهم. حاول اكبسه شوي بعدين اقلبه مثل ما شايفين اماكن البراغي، اشوف طالعين مبينين اوكي، اماكن البراغي مش طالع 100% عليه، ولكن عادي حركة بسيطة مثل هيك طلعوا اماكن البراغي 100%. الحين بقدر اركب البراغي بدون اي مشاكل. طبعا تركيب عادي، حط البرغي سوري رص، ما ترص كتير البرغي بس يمسك. طبعا تركيب بيكون حسب بإشارة اكس، الطرف بعدين الطرف المقابل له بعدين الجنب بعدين الطرف المقابل للجنب. هاي الخطة الخمسية هاي لتركيب اي براغي تحتهم معالج، عشان الثيرمال بيست او المعجون الحراري
يتوزع بشكل متساوي. اما لو ركبت هون وهون بعدين بصير المعالج، لو اخذنا هذا كمثال، لو ركبت الزوايا بيقوم المعالج بيتحرك هيك، او القطعة اللي فوق المعالج بتتحرك بهاي الطريقة، بعدين بدك تكبسها بصير هون بهاي المنطقة في مكان قليل من المعجون الحراري، وهون بتصير في منطقة كبيرة فيها المعجون الحراري. فلو سويت الزوايا فبيمسك أول زاوية بعدين بينزل على الزاوية الثانية، بصير أسهل لك وأسهل للمعجون الحراري. طبعا مثل ما قلت لكم هاي طريقة ما أنصحك تسويها إذا جايب كرت شاشة جديد وما بدك تروح الضمان منه، ولكن أنا شفت كتير أشخاص يعني على هذا كرت الشاشة بالذات عم يقولوا إنه في مشكلة بالتبريد. فبس لهم بكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم. إذا عجبكم مثل هيك أشياء، في عندي كمبيوتر كله أنا ترى كل فترة بنظف كمبيوتري كامل، فممكن انزل الكمبيوتر كامل كيف تنظفه بعد فترة من استعماله، كيف تروح الغبر منه، كيف تبدل الثيرمال باد والثيرمال بيس تبعه، بس ثيرمال بيس ما فيه ثيرمال باد. اكتبوا لي بالتعليقات وانشروا هذا الفيديو واشترك بالقناة وعطني لايك اهم شيء. بشوفكم فيديو جديد، اشتاكي.